مصري. لو الحكومة عملته هيبوظ مش هينفع وهيبقى في خراب وفي فساد وفي محسوبية ولبخ. ده حاجة تتعمل كمشروع إنتاجي الزراعة للصناعة والزراعة والتمد والمدن واللي بعيد عن الحكومة. أنا أعمل الممر ده في مؤسسة لها بورد والبورد دي هي اللي تمشي كل حاجة فيه بعيد عن الخلل الحكومي، بعيد عن الأنظمة الحكومية اللي بتوقف الدنيا، بعيد عن كذا 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 كذا، لأن أنا عايز أعمل أنا طفرة للاقتصاد. الطفرة الاقتصادية مش هتيجي إلا إذا أنت سمحت للفكر والعقل والبتاع. أنا البنات والولاد اللي متخرجين هنا دول لو دخلتهم الحكومة هيفضلوا زي ما هم ولا يعرفوش حاجة جديدة خالص. اللي تعلموه هنا في الجامعة هو اللي تعلموه. أنا لو خدتهم دول وحطيتهم في مشروع زي كده وعايز أشوف كل واحد منهم عمل إيه، وكل أسبوع أنت خلصت إيه في الشغلانة دي، ما عملتش حاجة جديدة إزاي ليه وكذا كذا، معناها إن أنا لازم أعمل حاجة خارج الإطار الحكومي كلية وتماما، وتبقى حاجة أيوة موطنية، يبقى فيها تتعمل إزاي. يقول لك هتجيب فلوس منين؟ هجيب فلوس الأول افتح الباب للمصريين، وبعدين افتح الباب للعرب، وبعدين افتح الباب للاستثمار الأجنبي. وإحنا عايزين لازم استثمار أجنبي عشان ياخد باله إحنا بنعمل إيه، عشان يبقوا مشاركين معانا في القصة دي. معناه ذلك إنه هو مشروع اقتصادي كامل ملوش دخل بالشغل الحكومي في مصر على الإطلاق. تعملها هيئة مستقلة.